ملوك الأول تسعة، وحصل لما كمل سليمان بنى بيت الرب وبيت الملك وكل اللي عايزه سليمان وحب انه يعمله ان الرب ظهر لسليمان مرة تانية زي ما ظهر له جبعون وقال له الرب سمعت الصلاة بتاعتك والتضرع بتاعك اللي اتضرعت بيه قدامي، قدست البيت ده اللي بنيته لجل ما يتحط اسمي فيه من غير نهاية، وتبقى عيني وقلبي هناك كل الأيام. وانت لو مشيت قدامي زي ما ماشي داود أبوك دغري وبسلامة قلب، وعملت على حسب كل اللي وصيتك بيه وحفظت على الفرائض بتاعتي وأحكامي، فأنا أول كرسي الملك بتاعي على إسرائيل من غير نهاية زي ما قلت لداود أبوك، ما يتعدلكش راجل على كرسي إسرائيل لو كنتوا تتقلبوا انتوا ولادكم من ورايا وما تحفظوش على الوصايا بتاعتي فرائضي اللي خليتها قدامكم، لكن تروحوا تعبدوا آلهة تانية وتسجدوا ليها، فأنا أعطى إسرائيل عن وش الأرض اللي اديتها لهم والبيت اللي قدسته لإسمي أنفيه من قدامي، ويبقى إسرائيل مثل وتهزيق في كل الشعوب والبيت ده يبقى عبرة كل اللي يمر عليه يتعجب ويصفر ويقول ليه عمل الرب كده للأرض دي وللبيت ده، فيقولوا عشان هم سابوا الرب إلههم اللي خرج أبهاتهم من أرض مصر ومسكوا في آلهة تانية وسجدوا ليها وعبدوها، عشان كده جلب الرب عليهم كل الشر ده. وبعد نهاية 20 سنة بنى سليمان البيتين، بيت الرب وبيت الملك، وكان حرام ملك سور ساعة سليمان بخشب أرز وخشب سرر ودهب حسب كل ما حب. إدى وقتها الملك سليمان حرام 20 مدينة في أرض الجليل، فخرج حرام من سور عشان يشوف المدن اللي ادهاله سليمان فما كانتش كويسة فعني، فقال ايه المدن دي اللي ادهاني يا اخويا، وسماها ارض كابول يعني الارض اللي مش مسمرة لحد اليوم ده. وبعد حرام للملك 120 وزن ذهب يعني حوالي 4320 كيلوغرام، وده كان سبب شغل الصخرة اللي فرضه الملك سليمان عشان بنى بيت الرب والبيت بتاعه والقلعة وسور اورشليم وحصور ومجده وجازر. طلع فرعون ملك مصر واخد جازر وحرقها بالنار وقتل الكنعانيين اللي ساكنين في المدينه وادها مهر البنت مرات سليمان، وبنى سليمان جازر وبيت حرون التحتاني وبعلى وتدمر في ارض الصحراء وكل مدن المخازن اللي كانت لسليمان ومدن المركبات ومدن الفرسان وكل اللي عايزه سليمان اللي حب يبني في اورشليم وفي لبنان وفي كل ارض السلطنه بتاعته. كل الشعب اللي باقيين من الاموريين والحسيين والفرديين والحويين واليابوسيين اللي مهماش من ولاد اسرائيل، ولادهم اللي بقيوا بعضهم في الارض اللي ما قدرش ولاد اسرائيل انهم يفنوهم، فرض عليهم سليمان سخرة عبيد لحد اليوم ده. واما ولاد اسرائيل فما خلاش سليمان منهم عبيد لانهم رجالة الحرب والخدام بتوعه والامراء بتوعه والتوالي بتوعه ورؤساء المركبات بتوعه والفرسان بتوعه، هما دول الرؤساء المتوكلين على اعمال سليمان 550 اللي كانوا بيتسلطوا على الشعب اللي بيشتغلوا الشغل. ولكن بنت فرعون طلعت من مدينة داود لبيتها اللي بنا ليها وقتها بنا القلعة، وكان سليمان بيطلع 3 مرات في السنة محرقات وذبائح سلامة على المذبح اللي بناه للرب، وكان بيولع على المذبح اللي قدام الرب وكمل البيت. وعمل الملك سليمان سفن في عصيون جابر اللي جنب أيلة على شط بحر صوف في أرض أدوم، فبعت حرام في السفن العبيد بتوعه النوتية لعفين البحر مع عبيد سليمان، فجم لأوفير وأخدوا من هناك دهب 420 وزنة حوالي 15120 كيلوغرام وجم بيها للملك سليمان.